سلام يا البنات، شراكم؟ نتمنى تكونوا كامل بخير. وش راكم دايرين مع الصيام؟ غلبكم رمضان ولا ما غلبكمش؟ بوغ موا الحمد لله الساعه هذه، والله يعني ربي راهو مع الجو هذا راهو مليح، راهو مخفف علينا. ربي يتقبل منا ان شاء الله ومنكم. فوالا، انا اليوم ما دخلتش الكوزينه كامل بكري. يعني كان عندي يعني شربه كانت واجده تاع البارح، الكسرة مام كانت في الكونجيلي، يعني جبتها برك. كما راكم تشوفوا جيت باه ندير لحماس برك. كما قلت لكم ما دخلتش الكوزينه بكري، جا خويا داني يعني يخرج هكا يقضي برا. كما قلت لكم مسكن جديد، كان هنا ناقصين حوايج، داني معاه. على بها راحت لي العشيه كامل برا، ما حسيتش، نسيت بلي يعني عندي فطور يستنى فيا. كما قلت لكم عندي الجاري، الكسره كاينه، مام لافاس تاع البوراك واجده، يعني بقات لي تاع البارح. اسما نخدمو برك. وشنو جيت ندير لحماس ومع نزيد البطاطا، وجيت نوري لكم يعني واحد المشتريات خفيفه برك درتها، يعني عجبوني. كنت ديجا مع جبتهم غسلتهم هم لهنا، هاد لي بول تشوفوا كيفاش ملاح ياكلوا. جايين شغل كيما كورني تاع لاكريم. تقضي هكا كي ديري لاكريم في الدار هكا تقدميه فيهم، شوفوا بزاف ملاح. هما تاع بلاستيكا، السعر تاعهم 7000. شوفوا مش شتي كيما نحيتوش منا. فوالا، شوفوا لا كولور هذه الفيغ تهبل، وكاينه هذه لا كولور صومو، وهذه لا كولور الموف. جبت ثلاثه يعني على قدنا انا والزوج تاعي وبنتي. هكا ديري فيهم ديسير، كي ديري بوب كورن تقدمي فيهم. وشريت هاد الغميقه تاع سيرفيس تاعي، كان عندي سيرفيس كيما هكا وتكسرت لي. فوالا. وهذا الكاس كان شراه خويا لبنتي. فوالا شوفوا واش مليح يبل، شا واحد البنو وواحد البنتي. فوالا، فريمون مشتريات خفيفه باك، يعني ماشي حاجه. دركا انا نروح يا ربي نحط الحماس تاعي يتشوط، ونزيد نقشر البطاطا تاني باه نديرها مع الحماس. الجاري جبته من الفريجيدار وحطيته لهنا هكا باه تنحالو البروده قبل ما نشعل عليه. وحطيت زوج عظام باه نشرشمهم مع الماسيدوان. اليوم السلطه راح نديرها بطريقه شويه مختلفه، راح نخدمها معاكم ان شاء الله. الوغ كيما شفتو حطيت المايس، زدفت المايس والطون، ودركا راح نضيف لها المايونيز باه نلمها ونحطها في هذه، وندير لها شويه ثاني لاصوص تاع سلطه. فوالا. الوغ هنا البنات، كنت حطيت الفلفل تاعي سي بون، الحماس انا نقول قصيتو، درت له طماطم، شويه تاع زيت زيتون، شويه زيت سانغو، ملح كيما عاده كنت درت معكم في القناه. وحطيت البطاطا تاعي ثاني تتقلى، وهادو راهم كيما قلت لكم يستناو في العظام. سي بون راهم تشرشمو، راح نحيهم خليهم لك جوستي هكا يبردوا لي شويه فنقدر نقشرهم. فوالا هكا. ولافاس تاع البوراك كنت درتها اليوم شويه مبدله، البطاطا زدت لها غير الزيتون، وزدت لها كميه مليحه تاع الفرماج، فرماج شيزي هذاك تاع لابواط، والطون، وهكا وسي بون. هكا دوكا راح نخدمو هو تاني نوجدو باسكو ما بقاش الحال. وهنا يا البنات كان دن المغرب، وراح نفطروا، ربي يتقبل منا ومنكم ان شاء الله. هذه هي لاماسيدوان اللي كنت خدمتها معاكم. كما قلت لكم قسمت العظمه هكا على شكل ورده، وهذاك الصفر تاع العظمه كنت فتتو عليها هكا من الفوق، ودرت لها شويه هكا هذيك لاصوص فينيغرات المداويه اللي تتبع واجده، وزينت هكا البلا تاعي مع شويه حماس وبطاطا مقليه، والحمد لله يا ربي. هذه تاع بنتي. فوالا البوراك والجاري وصليت هكا، وربي يتقبل منا ان شاء الله. كانت هذه الطريقه اللي خدمت بها معكم الماسيدوان، يعني الطريقه مغايره شويه. الحمد لله يا ربي فطرنا، ربي يتقبل منا ان شاء الله. مي اليوم ما كليناش خلاص، ما على باليش علاه، البارح خير البارح كلينا خير، اليوم ما نعرف. كيما راكم تشوفوا البوراك راهو قاعد كيما راه، هاد السلطه ما درناش بيها خلاص، غاطتني اني نشوف مع عمي، والله ما قدرت. مش مشكل، دوك نغطيها بالسيلوفان وقادرين في الليل يعني ناكلوها، يعني في الليل نحبوا ناكلو. جاري يعني كيما حسينا هكا شويه وخلينا. انا هذه كريت يعني الحماس والبطاطا وشويه من هاد لاماسيدوان،
والعبد يقول الحمد لله وخلاص. دوكا انا يا نوض للمعن كما تعرفوا، هاد المعن هادو اللي ما يحشموش هادو اللي ما يخلصوش خلاص، اللي بقاو حياتنا كامل وحنا نغسلو فيهم. واش نحكي لكم، الدنيا ورايا يعني مانيش حابه ندور. كندور دري فشله، ماشي حاجه بزاف بزاف يعني. كنت هادو اللي كلينا فيهم دوك نفرزهم، وهادي تاع البوراك وتاع الجاري في الغط، و سي بون هادي هي، هادو مغسولين، غسلتهم يعني طفطف قبل الفطار برك. هذا ما كان، دوك نفرزهم ونوجد روحي ونسيق الدنيا. انا في رمضان نحب نسيق في الليل، باسكو هكا نحي عليا باه الصباح كي نوض. نوض اصلا ما نوضش بكري، كي نوض نلقى الدنيا نظيفه هكا، ندخل الدار كوزينه للفطار. فوالا دوك انا نغسل الماعن نكملهم، ومن بعد نروح نوجد روحي نوجد بنتي باسكو حنطلع عند خويا هنايا، نضرب طلع هكا نشوفهم واش الحوايج، والف وحدهم ولا ما والفوش باسكو كانوا ساكنين مع العائله كما تعرفوا. هذه هي، وبقاو معايا باه تكملوا معايا لا سويت تاع الفيديو. وصح فطوركم. وهنا كنت كملت معني، غسلت الدنيا كامل، فرستها مسحتها، مازالوا معنا هنا يقطرون، بعد نرجع كل حاجه لبلاصتها. ودركا راني جبت السلاح تاعي الثاني ونروح نسيق الدنيا. وهنا يا البنات كان طحت واحد النو، خيرتك يا ربي ما شاء الله، ربي ان شاء الله يجعلها خير علينا ويرفد علينا هذا البلاء في اقرب حين. الدعاء مستجاب يعني، كي تعود هكا المطر تصب الدعاء مستجاب، وزيد جاتنا مع الشهر الفضيل. يسيي الواحد يدعي ربي سبحانه، وان شاء الله يا ربي يرفد علينا هذا البلاء ويغفر لنا يا رب. وهنا كنا طالعين في الدراج يعني تاع الباطيمه تاع خويا، كيما قلت لكم هو قريب ليا يعني تاع ليه ليه نوصلو. وهنا كنت حاطه بنيتو الصغيره المموجه تاعنا، حاطتها في حجري ونلعب معاها، كنت وحشتها، كنت نشوفها غير تضحك، اللي طلع عليها تضحك تهب اللايباك ربي يحفظها. فوتنا السهره وسهرنا مع بعضنا كم تعرفوا نضحكوا. وهنا مرت خويا كانت جابت يعني الشيء اللي كان، الشيء اللي كتب ربي هكا، فلون ديسير شربات. سهرنا وحكينا وضحكنا وجينا روحنا. كما قلت لكم سهرنا وحكينا وضحكنا، فوتناها مليحه. المهم العبدي يبدل وخلاص، خير من الدار. ودرك ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم وصحه سحوركم، الى الملتقى ان شاء الله مع وصفات جديده. ما تنسوش تدعموني باللي جام تاعكم وتطلعوا لي القناه. باي باي.